النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، برحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الأيام القادمة بحول الله. نهار اليوم تأثرت المملكة بمنخفض جوي وهطلت زخات من الأمطار كانت غزيرة في بعض المناطق، وأيضا انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس ليصل الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي انحسار على المنخفض الجوي اعتبارا من ليلة الأحد على الاثنين، واستمرار للطقس البارد نسبيا يوم الاثنين، واستمرار أيضا لدرجات الحرارة الأقل من المعدل خلال الأيام القادمة. كالعادة نبدأ نشرتنا بصور أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح انتشار كمية كبيرة من الغيوم المرافقة لهذا المنخفض الجوي الذي تمركز فوق جزيرة قبرص خلال ساعات الصباح، عمل على اندفاع لكميات من الغيوم من البحر الأبيض المتوسط شرقا باتجاه الأراضي الفلسطينية وأيضا المملكة، حيث هطلت زخات من الأمطار في شمال ووسط المملكة خلال نهار اليوم الأحد. ننتقل الآن وإياكم إلى خرائط توزيع الأمطار من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، حيث يلاحظ ابتعاد وانحسار هذا المنخفض الجوي تدريجيا اعتبارا من ساعات ليلة الأحد على الاثنين، وبالتالي تتراجع فرص هطول زخات الأمطار في عموم المناطق يوم الاثنين، ويوم الثلاثاء يستقر بشكل كامل الطقس بإذن الله. أما بالنسبة لخرائط توزيع أو خرائط درجات الحرارة السطحية المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء، حيث يلاحظ يومي الأحد والاثنين زيادة لطقس بارد نسبيا في عموم المناطق، يكون الطقس بارد خلال ساعات الليل ورطب أيضا، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء ترتفع قليلا درجات الحرارة مع نشاط وعودة نشاط في الرياح الشرقية بإذن الله. نعود للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لليلة، حيث يسود الطقس غالبا غائم مع احتمال زخات من الأمطار مع 11 درجة مئوية فقط، وبالتالي طقس بارد يستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئا خلال هذه الليلة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين، تبقى بقايا هذا المنخفض الجوي تؤثر على بعض المناطق المحدودة من المملكة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، حيث يكون الطقس غالبا غائم مع احتمال لزخات من الأمطار وأيضا لتشكل الضباب فوق القمم الجبلية العالية. درجة الحرارة العظمى تكون 16 درجة مئوية فقط، أما الصغرى 11 درجة مئوية. يوم الثلاثاء يستقر الطقس وترتفع قليلا درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة نسبيا، 18 درجة مئوية فقط كحرارة عظمى، أما الصغرى 11 درجة مئوية. يوم الأربعاء تنشط الرياح الشرقية مجددا مع 17 درجة مئوية، أما الصغرى تسجل 13 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.